فلم نخلق لا للأكل ولا للشرب ولا للعب. خلقنا لنعبد الله. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بعبادة الله سعدت والله. وإذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة كان نسأل عافية السلام الشقاء. بفضل الله لا تسمع يوم من الأيام أن أحد جاء إلى المسجد وانتحر. بل على العكس، إذا دخل المسجد يرتاح، إذا توضأ يرتاح، إذا صلى يرتاح، إذا قرأ القرآن يرتاح. أنتم الآن في رمضان. في رمضان المسلم يرتاح. يأكل قليل. يعمل كثير. يصوم. يصلي. يصلي التراويح. يقرأ القرآن. يرتاح في رمضان. حتى بعض الناس يقول أتمنى لو تكون كل السنة رمضان. لماذا؟ لأنك تسخر البدن فيما خلق له.